الحلقة دي بقى هنتكلم عن عملية تكميم المعدة، العملية المحبوبة اللي كل الناس بتفضلها عن أي عملية جراحية تانية، وليها سمعة كويسة جدا في مصر وفي الدول العربية اللي حوالينا. ندي الأول تعريف عن عملية التكميم. التكميم هي عملية عبارة عن تصغير المعدة عن طريق المنظار. ربنا سبحانه وتعالى خلق المعدة مكونة من 4 أجزاء فوق بعض، كأنها 4 طوابق أو 4 أدوار. لما بنيجي نصغر المعدة بنصغرها بشكل طولي، وبالتالي كل أجزاء المعدة بتفضل موجودة ولكن بحجم أصغر، وبالتالي برضو ما بيحصلش أي خلل وظيفي في المعدة، يعني ما بنحتاجش ناخد أدوية ولا مكملات طول حياتنا بعد كده. إيه تاني من مزايا عملية التكميم؟ إن العملية بتجرى بالمنظار الجراحي، وبالتالي فترة الريكوفري أو فترة الاستشفاء بعد العملية بتبقى سريعة جدا، لأن الألم فيها قليل والحركة مسموح بيها، مفيش موانع كتير بعد العملية بنحذر منها المريض، بالعكس بنقول له اعمل اللي انت تقدر تعمله. الحاجة التانية من مزايا عملية التكميم هي ان هي تلافت عيوب كل العمليات اللي قبل كده، زي عملية تدبيس المعدة، عملية الحزام، كان معاهم مشاكل اللي هي الترجيع وعدم الشبع، عدم القدرة على الأكل بس في كمان عدم الشبع. عملية التكميم تلافت ده، لأن بقى الأكل بيعدي بشكل انسيابي وما بيتعطلش في أي جزء من أجزاء المعدة زي العمليات السابقة، وبالتالي ما بقاش فيه ارتجاع، ما بقاش فيه ترجيع، ودي أحد مزايا عملية التكميم. مش بس كده، ده كمان إحساس الشبع بيبقى زايد جدا بعد العملية، ودي من أكتر الحاجات اللي بتخلي اللي عامل العملية دي يبقى مرتاح، لأن كلمة شبع ظهرت في عمليات السمنة مع عمليات التكميم لما ظهرت من حوالي 20 سنة. طيب نيجي بقى للسؤال اللي احنا بنسأله كتير، ايه هي انواع عمليات التكميم؟ احنا بنسمع دلوقتي عن تكميم المحنط، تكميم المعدل، التكميم الدقيق والتكميم التكين. الاجابة الصادمة ان مفيش حاجة اسمها انواع عملية تكميم. عملية التكميم دي هي العملية اللي مبنية على أسس علمية ومعترف بيها من الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، أكبر جهة مهيمنة على جراحات السمنة في العالم كلها. مفيش أي تعديل أو نقدر نقول أنواع من العملية تقدر يصرح بيها إلا بموافقة من الجهة دي. لكن هل كلنا زي بعض؟ لا، ربنا زي ما دايما أقول خلقنا بني أدمين مش مكان، ممكن يبقى فيه تعديلات جوهرية ممكن أعملها أثناء إجراء العملية، ودي بتبقى وليدة الظرف نفسه أو اللحظة نفسها. ما نقدرش نقول إن ده نوع مختلف، ممكن أقول إن أنا عملت تعديل أثناء إجراء العملية دي على أساس إن إحنا ندي نتائج أحسن ومزايا للشخص اللي عملها في المستقبل. الرسالة اللي أنا عايز أوجهها للناس في العملية في الفيديو ده، إن بلاش نبالغ في الاهتمام بوسائل الميديا، بوسائل الإعلام في القصة بتاعة أنواع العمليات والدعاية اللي بتتعمل عن بعض العمليات وكأنها العمليات السحرية. لأ، العمليات دي حاجة طبية بحتة مبنية على أسس علمية، الهدف منها الأساسي هو العلاج، مفيش فيها طفرات ولا تقليعات ولا موضة. العمليات التكميم هي عمليات مصرح بيها من اتحاد الدولي لجراحة السمنة ليس بها أنواع، وزي ما أنا دايما أقول سيب الجراح هو اللي يختار الأنسب ليك، طالما أنت بتثق في الجراح وفي خبرته فهو تأكد أنه هو يعمل لك أكتر حاجة مميزة اللي هتخليك تعيش حياتك بعد كده بصورة آمنة بإذن الله. السلام عليكم.